طب في ايه؟ يعني يعني ليه ليه الموضوع دايما بيقلب معاك ده؟ يعني ظهور مش شخصيه مش بطل المسلسل، ولكن دايما انت بتنور اكتر من ابطال المسلسل. انت طلعت السنه اللي فاتت ولد الغلابه، لبه ده طلع في اخر الحلقات، اخر سبع حلقات الناس كلها فضلت بتتكلم على لبه لحد النهارده، وده ليه؟ وده ليه؟ السنه دي البرنس مجموعه من النجوم، محمد رمضان بطل المسلسل طبعا، معاه ابطال تانية ما ينفعش ما نقولش ان انتوا ابطال، بس في الاخر هو الشخصيه المحوريه. الناس سابت الموضوع كله كان احمد زاهر. والله بص هقول لك على حاجه، يعني هو يمكن طبعا محمد رمضان نجم كبير وصديقي واخويا طبعا حبيبنا واخونا ونجم ما حدش يقدر يقلل من ده ابدا يعني، وهو بطل العمل طبعا، بس هو يمكن علشان فتحي شخصيته مستفزه قوي بالنسبه للناس، فالناس مركزه معاه، فلو طلع مشهد واحد في الحلقه الناس بتخرج فاكراه لانها مستفزه منه، فعشان كده طلعت حكايه ان فتحي هو البطل. لا فتحي مش شرط ان دايما الشرير، ما هو الشرير يتلعب منين؟ ايوه ما هو ده بقى بالزبط. السكه دي جبتها منين بقى زهر؟ يعني ده احكي لي كده، الموضوع بدا معاك من اول فين؟ الموضوع بدا معايا من ترشيح الاستاذ محمد سامي ليا في الشخصيه، وانا بثق ثقه عمياء طبعا في محمد سامي، ده يعني خامس مسلسل من اعظم المخرجين الموجودين في العشر سنين بصراحه، يعني من اهم المخرجين الموجودين في الوطن العربي طبعا، وفنان قوي، عبقري قوي قوي قوي، مش قادر اوصف لك ازاي يعني. الحمد لله انا عندي ثقه كبيره، مش غرور ولكن ثقه كبيره في نفسي، ان انا بفهم في الدراما وبفهم في الشخصيه اللي بحبها، ببقى استشعرت ان انا ممكن اعمل منها حاجه او اجيب منها جول، انت فاهم، بتفاصيل بقى بحطها عليها وكده. بجد بجد باجي عند محمد سامي بلاقي اللي انا عامله ناقصه حته، الحته دي اللي بيضيفها الاستاذ محمد سامي، يعني لازم التاتش بتاعه. يعني ممكن ابقى انا جاي وحافظ ومذاكر، انا من النوع اللي بحب اذاكر قوي واعيش قوي واشتغلت مع نجوم كبار، فطالع واخد الفن. انا فخور ان انا اقول ان انا تلميذ الاستاذ نور الشريف، وهو اللي اختارني وهو اللي قدمني، وده فنان يعني طبعا ما بيهزرش ده، الله يرحمه ويستر. انا مسمي بنتي الصغيره نور على اسمه، على اسمه، يعني ده تيمنا بيه، يعني ده استاذي وده اول من قدمني وخلاني نجم من مسلسل واحد. الرجل هو الاخر كان هو طلع جيل، ده شافني، انا عايز اقول لك شافني في المعهد، يعني هو شافني في المعهد بمثل مسرحيه، انا خارج من المسرحيه كده لقيت نور الشريف في وشي، فاتخضيت يعني، انا لسه طالب في سنه اولى وفجاه بشوف نور الشريف قدامي يعني، وحطني في دماغه واخد اسمي ورقم تليفوني، وبعد سنه كنت انا نسيت الموضوع اصلا لقيته بيبعت لي في الرجل الاخر شخصيا، يعني هو يعني مفيش حد يعمل كده. يعني النجم يبقى مهتم، فانا تلميذه، انا تلميذه، كنت دايما بشوفه يجي قبل اوردره بساعتين يقعد يذاكر كانه تلميذ، كانه صغير، رغم انه نجم كبير واكيد كل حاجه في دماغه، يعني طبعا مش محتاج يقعد يذاكر يعني، ولا يجي قبل الاوردر بساعتين وحاجات كده.